حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور خالد أحمد حسن، وكيل شؤون الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة. أهلا بك دكتور خالد في نشرة الثالثة، ومع انطلاق فعاليات النسخة 11 من سوق المزارعين. حدثنا عن الاستعدادات التي قامت بها الوزارة لهذه النسخة، وما الذي يميزها عن النسخ السابقة؟ بداية شاكركم هذه الاستضافة، وكل عام وأنتم بخير، والبحرين في أعيادها الوطنية. تتوافق هذه النسخة، النسخة 11، مع أعياد مملكة البحرين. ما في شك أن سوق المزارعين يحظى باهتمام حكومة مملكة البحرين ومتابعة من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد، وأيضا متابعة ورعاية من قرين السيدي صاحب الجلالة الأمير سليكة بنت إبراهيم. ما في شك أن حرصنا أن يكون هذه السنة هي انطلاقة مختلفة عن السنوات السابقة وعن النسخ السابقة. فدشنا قبل 4 أسابيع تقريبا توقيع اتفاقية بين المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وشركة STC البحرين لرعاية سوق المزارعين لمدة 4 مواسم متتالية. وهذه بادرة جديدة فيها شراكة ما بين القطاع الخاص وسوق المزارعين. نعم. على اعتبار أن سوق المزارعين يستقطب 240 ألف شخص في كل موسم. تم إدخال حزمة من التحسينات وتطوير البنية التحتية لسوق المزارعين من أجل إبراز السوق بحلة جديدة، وذلك تشجيعا للزراعة ودعم مثل ما أشار في ملف الأمن والغذاء في البلاد. توسيع الطاقة الاستيعابية للسوق لاحتضان أكبر قدر من المزارعين لدعم المنتج البحرين، وهي هذا الهدف الأساسي، اللي هو أن تكون هذا سوق المزارعين هي نافذة تسويقية للمنتج البحريني وللمزارع البحريني يستقلها في تسويق منتجاته طوال الموسم، اللي هي فترة الإنتاج المحاصيل الخضرية في هذه الفترة، واللي إن شاء الله بتمتد معنا أيضا في رمضان، وبالتالي عندنا فترة تسبق رمضان، وبالتالي نكمل مع سوق المزارعين في فترة مساعية في رمضان. وضعنا وضع سلسلة من الفعاليات المصاحبة للسوق ليكون عنصر جذاب لمختلف الفئات العمرية، واللي شاهدناه ولمسناه العام الماضي. النسخة السابقة كانت هناك إقبال كثير من العوائل والأطفال والجاليات والمقيمين في مملكة البحرين. تطوير الحركة المرورية كانت هاجس لنا، لأن كان الضغط كبير على سوق المزارعين في النسخ السابقة، وبالتالي عندنا ترتيب مع وزارة الداخلية عملية تطوير الحركة المرورية عبر توفير حافلات لنقل مرتادي السوق من مواقف خصصت للسيارات ومن الخارج إلى نقلهم إلى داخل السوق بأريحية، وبالتالي هناك بدون أي ازدحام. نعم. الدكتور خالد أحمد حسن، وكيل شؤون الزراعة والثروة البحرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة، شكرا جزيلا لك.